المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شجون الأنس. كنت في المرة السابقة تحدثت عن شعر أبي الطيب المتنبي في بلاط بدر بن عمار، وذكرت أن أبا الطيب المتنبي كأنه قد وجد بغيته، أو لعله ظن هكذا أنه وجد بغيته عند بدر بن عمار، وأن بدر بن عمار كان فارسا، ومن آيات فروسيته أنه كان يبارز الأسد، وله حادثتان في هذا الباب. وقد صور أبو الطيب المتنبي هذا في شعره في القصيدة المشهورة التي وصف فيها الأسد وصفا دقيقا كنت توقفت عنده. لعلي في هذه المرة أريد أن أمضي إلى قصيدة أخرى، وهي من مشهور ما قاله أبو الطيب المتنبي في بدر بن عمار، ولعل هذه القصيدة فيها إضاءات تضيء طريق فن أبي الطيب المتنبي حينما يتحدث عن نفسه وذاته في لب حديثه عن الموضوع الذي يريده، بل إنه يأتي في هذا بالعجائب مما يصبح من بعد شيئا سائرا عند الناس. وصدق حينما قال: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. فالقصيدة التي سأتوقف عندها فهي اللامية، هذه القصيدة اللامية التي يقول فيها: لبسنا الوشية لا متجملات، ولكن كي يصن به الجمال، وضفرنا الغدائر لا لحسن، ولكن خفن في الشعر الضلالة. يعني هذا من أروع الشعر، وفيها بعض الأبيات السائرة التي تعد في باب الحكمة، منها قوله: أشد الغم عندي في سرور، تيقن عنه صاحبه انتقاله. أشد الغم يكون في سرور أنت موقن أنك مفارق هذا السرور. وكنت أستشهد بهذا البيت حينما يكون الأمر فيه أنس في سفر، ثم إنك من بعد مفارق هذا الأنس، فتقول: أشد الغم عندي في سرور، تيقن عنه صاحبه انتقاله. ثم جاء البيت المشهور الذي قال فيه أبو الطيب: على قلق كأن الريح تحتي، أوجهها جنوبا أو شمالا. وبهذه المناسبة نحن نقول في اللغة العربية ينبغي أن نقول جهة الشمال، وهذه يدي الشمال، ولكن إذا تحدثنا عن الريح يجب أن نقول ريح الشمال بالفتح، تلك بالكسر وهذه بالفتح. انظر إلى هذا البيت: على قلق كأن الريح تحتي، أوجهها جنوبا أو شمالا. هذا الحديث هو الذي ألهم أناسا كثيرين من بعد، تحدثوا عن هذا البيت واستلهموه في شعرهم، وتحدثوا عن أن هذا البيت بلغ درجة غريبة جدا في الدلالة العجيبة التي لا يأتي بها إلا أبو الطيب. على قلق كأن الريح تحتي، أوجهها جنوبا أو شمالا. وفي القصيدة من الغزل الرفيع ما فيها، لأنه أيضا يتحدث في باب هذا الغزل حديثا رائقا جدا: بدت قمرا ومالت خوطبان، وفاحت عنبرا
ورنت غزالة وجارت في الحكومة ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا. وكان أبو الطيب يفعل هذا في كثير من شعره، وقد وجدناه مثلا وفي شعره يأتي بمقدمات غزلية، هذه المقدمات كأنها تضع أبا الطيب في مصافي الغزلين الذين لا يكاد الشعراء الآخرون يدركون غبارهم، ولكن أبا الطيب لا يجعل هذا الأمر يتسرب عندنا كثيرا في يتسرب إلى نفوسنا، لأنه يقول: إذا قلت شعرا فالنسيب المقدم، أكل فصيح قال شعرا متيم؟ إذا قلت شعرا فالنسيب المقدم، أكل النسيب؟ هو من مقدمات الغزلية التي يأتي بها الشاعر في أول القصيدة. إذا قلت شعرا فالنسيب المقدم، أكل فصيح قال شعرا متيم. فأبو الطيب فصيح غاية الفصاح، ولهذا نحن استشهدنا بهذه القصيدة لما فيها من المعاني الرائقة العجيبة. ولعل إقامته مع بدر بن عمار لم يهنأ بها، لماذا؟ لأن أبا الطيب الذي كان يشكو دائما من الحاسدين الذين كانوا يترصدونه في كل مكان، وجد أحدهم في مجلس بدر بن عمار، وكان يسمى ابن كروس، وابن كروس هذا كان يغار ويغتاظ جدا من سرعة بديهة أبي الطيب حينما يفاجئه بدر بن عمار بشيء، فيقول أبو الطيب: الشعر ارتجالا. لهذا كان ينغص عليه المجلس، وكان يتحدث عن أبي الطيب بما لا يليق، وكان يفعل ويفعل. فأبو الطيب المتنبي لما فارق بدر بن عمار كان أنشد قصيدة مشهورة، وهذه القصيدة فيها من المعاني والاغتياظ ومن بلوغ الغيظ عنده شأوا بعيدا جدا على ابن كروس، بل على الدهر نفسه، وإن كان هو قد قال من قبل في شعره: وغيظ على الأيام كالنار في الحشا، ولكنه غيظ الأسير على القد. الأسير يقيد بالقد، أي بقيد من جلد يابس، وهذا حتى يصنع علامات في يديه، وهو عنيف جدا وقاسي، لكن الأسير ينظر إلى القد، ينظر إلى القيد وهو مغيظ وهو غاضب، ولكن غضبه لن يصنع شيئا. وغيظ على الأيام كالنار في الحشا، ولكنه غيظ الأسير على القد. القصيدة هي: عذيري من عذارى من أموري، عذيري من عذارى من أموري، سكن جوانحي بدل الخدور، ومبتسماتي هيجاوات عصر، عن الأسياف ليس عن الثغور، ركبت مشمرا قدمي إليها، وكل عذافر قلق الضفور. أوانا في بيوت البدو رحلي، وآونة على قتب البعير، أعرض للرماح الصم نحري، وأنصب حر وجهي في الهجير، وأسري في ظلام الليل وحدي، كأني منه في قمر منير. فقل في حاجة لم أقض منها، على شغفي بها شروى نقيري. ولك عزيزي المشاهد أن تتخيل ما هذه الحاجة، وقل في حاجة لم أقض منها، على شغفي بها شروى نقيري، ونفس لا تتوق إلى خسيس، وعين لا تدار على نظيري، وقلة ناصر جوزيت عني، بشر منك
يا شر الدهور عدوي كل شيء فيك حتى لخلت الأكمى موغرة الصدور. من كثرة ما لاقى من العداوة فهو يخال أن الأرض الغليظة التي يمشي عليها هي مغيظة منه. عدوي كل شيء فيك حتى لخلت الأكمى موغرة الصدور، ولو أني حسدت على نفيس لجدت به لذي الجد العثور. لذي الجد يعني لذي الحظ. ولو أني حسدت على نفيس، ولو أنني حسدت على شيء عنده قيمة كبيرة، لجدت به لأهديته لصاحب الحظ العاثر، لجدت به لذي الجد العثور، ولكني حسدت على حياتي، وما خير الحياة بلا سروري. فيبن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير. لأن ابن كروس كان أعور، قال له فيبن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير. أتبغضنا لأننا غير لقن، وتهجونا لأننا غير عوري. فلو كنت امرأ يهجى هجونا، ولكن ضاق فتر عن مسيري. الإنسان لا يستطيع أن يمشي في هذه المسافة، هذا هو الفتر، المسافة بين هذين هي الفتر. ولكن ضاق فتر عن مسيري، لا يستطيع الإنسان أن يمشي، يعني أنت أصغر من أن يهجى. وكانت هذه هي طريقة أبي الطيب، كانت هذه طريقة أبي الطيب المتنبي في الهجاء، لأنه فيه هجاؤه فيه سخرية. في أول صباه هجى رجلا اسمه الذهبي، قال له سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل للذهبي. وكذلك لما قيل له إن ابنك يغلغ، وكان من أعدائه هذا الرجل اسمه ابنك يغلغ، قالوا له إنه مات، يعني جاءوا بخبره قالوا إنه مات. قال أبو الطيب قالوا لنا مات ابن إسحاق، فقلت لهم هذا الدواء الذي يشفي من الحموق، يعني الموت هو الذي يشفي من الحموق. قالوا لنا مات ابن إسحاق، فقلت لهم هذا الدواء الذي يشفي من الحموق، إن عاش عاش بلا فقد، إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. يعني كانت هذه طريقة أبي الطيب المتنبي في الهجاء. فابن كروس هذا كان رجلا له قصة في حياة أبي الطيب المتنبي في مجلس بدر بن عمار. ولعل أبي الطيب المتنبي بسبب ابن كروس هذا ترك مجلس بدر بن عمار، وكتب إلى بدر بن عمار يعتذر عن أنه غاب وأنه تركه، وذهب مذهبا في هذا الباب. والحديث طويل في قصة بدر بن عمار ومع أبي الطيب المتنبي وقصص ابن كروس وما قيل من الشعر في ذاك الباب، لكننا لا نستطيع أن نتوقف في حقبة واحدة كثيرة كثيرا، بل نريد أن نمضي إلى غاية منتهى حياة أبي الطيب المتنبي. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.